السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية نتاع بسكرة لنقف على الأشغال نتاع الازدواجية نتاع الطريق الوطني رقم 83 اللي يربط مدينة بسكرة ببلدية سيدي عقبة. إذا فيه عملية ضخمة لازدواجية الطرقات الوطنية، وهذا الشيء اللي ناديت عليه أنا من قبل هذه مدة سنتين، وكررت النداء إلى السلطات الوطنية كي تجعل من ازدواجية الطرقات الوطنية معيار أساسي لكل الطرق الوطنية لما له من فوائد كثيرة في محاربة الحوادث المرور، خاصة لتفادي كثرة الحوادث المرور اللي تقع في هذه الطرقات الوطنية اللي ما فيهاش يعني ازدواجية، اللي كان سبب كتير بسبب الديباسمون افوغل نتاع الشاحنات اللي كانت تدير راهي وما زالت تدير مساكر ضحايا كثر في حوادث المرور. اذا ان شاء الله تكون هذا المعيار نتاع الازدواجية نتاع الطرق الوطنية لازم يكون يخرج كقانون بمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية لكي يتم العمل به في كل الطرقات الوطنية على كل الولايات، خاصة الولايات الفاتية اللي جاية في الجنوب الجزائري، وين طرقات بالمئات الكيلومترات بين البلديات وبين الدوائر لابد أن تكون فيه الازدواجية تاع هذه الطرقات الوطنية للتقليل من حوادث المرور وتسهيل حركة المرور في هذه الولايات. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول ازدواجية الطرقات في بلدية بسكرة وبلدية سيدي عقبة. إذا والسلام عليكم.